قلت حكمة قلت فيها: فرغ لنا سمعك نحدثك، وفرغ لنا قلبك نؤانسك، وفرغ لنا سرك نورثك. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. على قد التخلي يكون التجلي. أنا عايزك تفضلي ودانك من الأغاني والكلام الفاضي، وعايزك تفضلي قلبك من حب غيره. ما تحبش اللي هو، ما حدش ينفع يتحب اللي هو. مين واخدني على عيبي؟ مين راضي بعيوبك؟ مين قبلك حتى بذنوبك؟ مين إن استغفرت بيغفر لك، واستنصرت ينصر لك، وإن طلبت العزة بيعزك؟ قال لي: نغير الله. ها؟ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ايه ده؟ ما فيش إلا هو. أنا اتعلق بمين؟ انت غشيم لما تعلقت بحد غيره. انت ضحكت على نفسك، ضيعت اعظم منحة. بتحب مين؟ مين يتحب إلا ربنا؟ ها؟ أحبوا الله لما يغزوكم به من النعم. أنت غريق، غريق محيط آلاءه ونعمه وكرمه عليك. تحبه لأنه هو أنت غرقان في نوره وهو موجود، ولا يمنع عوائد كرمه عمن عصاه، لا يحرم من عصاه من عطاياه، ولا يخلق فاها وينساه. نحب غيره طيب إزاي؟ نتعلق بغيره ليه؟ عشان ايه؟ سيدنا الشيخ يقول: لا تصاحب الا من هو بعيبك عليم، وليس الا مولاك الكريم. محدش يستاهل محبتنا الا هو. يا حبيبي، ده كل من في حماك اهواك، لكن انا وحدي بكل من في حماك اهواك. عبد رق ما حن يوما لعتق لو تخليت عنه ما خلاك. يا حبيبي، ده كل من في حماك أهواك، لكن أنا وحدي بكل أهل حماك أهواك. عبد رق ما حن يوما لعتق لو تخليت عنه ما خلاك. أنا عبد رق، عمري ما أتمنى تبيعني. كل عبد عند سيده يتمنى اليوم اللي يحرره من العبودية. إنما عبوديتي لك شرف، كفانا شرفا أننا خدام حضراتك وعبيد لعظيم رفيع جناب عزة ذاتك. لو أردنا الإعراض عنك ما وجدنا لنا عوضا. إن العشاق قد فتت أكبادهم الشوق إلى النظر إلى جمال جلالك مع وجود أستارك، فكيف لو كشفت لهم عن بديع جمالك. يبقى دوامي: فرغ لنا سمعك نحدثك، فرغ لنا قلبك نؤانسك، فرغ لنا سرك نورثك. والذين جاهدوا فينا شريعة لنهدينهم سبلنا. حقيقة ولا سبيلنا؟ ما هو سبيل واحد، طب السبل لينا كثيرة. السبلنا التي تؤدي لسبيلنا.